السلام عليكم طلاب، ان شاء الله تكونون بصحة وخير وعافية. انا على الرزاق، طبعا مرحلة ثانية. ان شاء الله اليوم راح نعلمكم على التسجيل بالاي اف ام اس اي اراك. طبعا اول ما تجي تدخل على الرابط الرسمي للاي اف ام اس اي اراك اللي موجود مواقعهم الرسمية، تسوي لوجن، تسوي جوين اس ناو، يعني تعضو جديد. بالنسبة للاعضاء القديمين يعرفون النيم مالتك، اسمك تكتبه بالانجليزي الثلاثي، طبعا اسمك بالعربي، ايميل مالتك اللي لازم يكون دائما ايميلك المفتوح، لان دائما يدزولك يعني اي تبليغ اي هاي على ايميلك، او يدزولك كود لما يدفع على ايميلك، فلذلك لازم يكون دائما مفتوح ايميلك. الباسورد مال ايميلك، تأكيد مالته، رقم موبايلك، بعدين يجي على الفيسبوك مالتك، يريد حسابك مال فيسبوك، اول شي اسمك بالفيسبوك، بعدين يريد الرابط مال حسابك مال فيسبوك. فبالنسبة للاي او اس والاندرويد، يعني تقدر تدخل الفيسبوك، تدخل على البروفايل، تجي تلقى الكوبي مال البروفايل موجودة. هاي الاثنين من الاجهزة، اندرويد والاي او اس. الحاسبة تلقى هنا هذا الرابط، هذا الرابط مال حسابك، فتنا مجرد ما كليك اي سر تطي كوبي، تجي هنا تطي بيست. مواهبك طبعا، عيد ميلادك، شهر يا سنة، الميل اور فيميل. هنا نريد منك بطاقة رسمية إلك، يعني مثلا بالنسبة للمراحل الثانية ثالثة فوق، يعني عندهم بطاقة جامعية مالتهم. بالنسبة للمراحل الأولى اللي بعد ما مسوي بطاقة جامعية، فتقدر تخلي القبول مالتك، تقدر تخلي الوثيقة مالتك بس تكون وثيقتك مصدقة، أو تقدر تخلي البطاقة الوطنية مالتك، بس أنا هنا راح أخلي هويتي. يا جامعة تدرس، اذا كنت ميديكال او دينتست او فرنسي، يا مرحلة يعني وين تريد تختص، بعدين من راح تدخل الـ IFMSA. اذا بعدك ما مقرر، فاعطي undefined SC، تطي register. حسيت ان انا سجلت، حسيت عضو بس مو اكتف، فحتى تصير اكتف فلازم تدفع للار سي بريزيدنت مالتك اللي موجودين بكل مرحلة، موجودة اسمهم طبعا، راح ننشرهم اليوم او باتشر. فمجرد ما تدفع لهم، اذا انت جديد 20,000، او اذا انت قديم فقط 10,000 بس، راح تدفع، راح يعطيك الكود ومنك تفعل. من تفعل تصير اكتف، فبعد يقوم يحسب لك البوينتات، يحسب لك الايفنتات اللي تحضرهن. اعتقد ترتيب سهل، ما في شيء، وكل التوفيق ان شاء الله.